عليكم. انا تاجر متجر جرامارين باوت. احنا رانا 20 عام في هذا السوق، ودي برام دينا السوق بعيد، الاولى بعيد، الزوجه المال تحت كارثه، الثالثه ماش مبني مليح، الرابعه دراهمه اللي بناو بيهم بزاف، والسوق والو ما فيه والو، راهم دينا الهاويه، راهم دينا الهاويه، يدخلونا في حيط، وراهم طالبين منا سيمانه ونرحلوا. كي ندير الحاله انا في سيمانه وانت ما بنيت لي ما درت لي ما كان حتى حاجه، يقطر السوق يقطر، الزاج يلعب، الحوانيت صغار، وراهم يقولوا لنا هذا السوق فوضاوي. خليتني هنا 20 عام، انا هنا 20 عام ومن بعد بغيت رحلني في سيمانه، ام معطيني 3 موا ولا 4 موا. حنا رانا مغبونين، حنا رانا مغبونين، بنينا حاجه زينه نرحلوا، ما تبنيناش حاجه زينه ما نرحلوا. السلام عليكم ورحمه الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المرسلين. وبعد معكم السيد قصير محمد رئيس زوار جبارات. سيد الوالي، هذا السوق هذا حنا رانا في 20 سنه هنا في لامارين، نقارعوا يعني التنميه باش كما قال يعني السيد رئيس الجمهوريه باش يديروا لنا اسواق يعني تاع الشباب كل شيء. امين امين. دونك حنا قعدنا نقارعوا الروكازمون وفرحنا بهذا السوق، قلنا معليش بعيد، مسافه بعيده، دونك حنا هنا وماناش نخدموا في لامارين. دونك مؤخرا انا على بالي 100% راه كاين الماء، كان في واحد الجبل من البيزروش هود راه تحت السوق، هود حتى ليرجونس، وطرحتها المره اللي فاتت سيد الوالي. دونك حنا ما بيناش توسع كما توسعنا حوانيت، حنا كاين راه عندها 40 متر هنا، بصح دروك حنا رانا خايفين من الماء بليطار، خاطر غير مؤخرا طرطق الماء مع الطريق، على بالك سيد الوالي بلي طرطق الماء، طرطق تحت هذيك العين وطرطق تحت الجبل، وراه 100% كاين الماء تحت السوق. وهذا السوق هذا راه اموال طائله سي، راه ملاير تاع الدراهم خسروا على هذا السوق، يعني ما راهش السوق اللي تاع مش عارف شحال 100 وشي ولا مش عارف 150 ولا 160 مليار. ها؟ وحنا ماذا بينا تخرج لجنه التحقيق تجي من الجزائر ولا هنا باش يشوفوا كي راه صاري سيد الوالي، خاطرش الوالي الاول سيد الاسلام على بلاش كان صاري تما وحبسهم وسيد الوالي الوالي الاول حبس الاشغال العموميه اللي كان تما، وانت خاطيك سيد الوالي هذا الامر ما على بالك كي راه صاري، انت ماذا بيك تفتح تحقيق تشوف كي راه صاري، ونعطوا كلمه ثاني لواحد من مخوتنا هنا في السوق باش يتكلم. وبارك الله فيكم. احنا تجار السوق لامارين انا نطالبوا بحياه واحده، احنا جينا خبره يعين جينا خبره يعني الادارات المعنيه يعني تعينها العداله الجزائريه. احنا راهم يقولوا لنا ناس فوضويين، يقولوا لنا احنا ناس تجار عاديين، احنا الناس تكلوا على الله، احنا ما غبنا دوله، ما قلنا لها اعطينا خدمه، ما قلنا لها اعطينا والو، احنا راهم نقلينا، احنا نقلينا من محلات فوضويه الى محلات نظاميه. دونك هذه المحلات النظاميه هذه ما فيهاش مقاييس، كاع المقاييس ما فيهاش، التكلفه اكثر من المشروع، التكلفه اكثر من المشروع كبيره بزاف. دوك انا دير لي مشروع كبير والدراهم كبار وتحسبها عليا وتقول لي راني مديت لك، انا اقول لك الله يخلف عليك وكثر خيرك، انا نروح نحط على الدخان وما نديش داك المشروع. وحاجه ثانيه، هذاك راه كاين عنصر تاع ماء، عنصر تاع ماء كبير راه رحلت تما تحته، عينوا لنا خبره وشوفوا. وراه عندنا لي فيديو، عندنا لي فيديو، خير فيديو. راه كاينه خبره تاع ما تجي سي تي سي، تجي الناس المختصين بهذا الامر هذا تاع الميه، تاع المياه الجوفيه، وتشوف يا ما لقاوش، يا ما لقاوش، يا لقاو، يا لقاو في هذا السوق هذا الجديد هذا، لقاو فيه سلامه المواطن، ولقاو فيه سلامه الزبون، وسلامه اولادنا، اولاد اولادنا، اولاد بلادنا، يا خويا نتفضلوا حنا نرحلوا، واللي فيه الريسك اخويا ما شكون يتحمل المسؤوليه؟ هذا الرئيس بلديه عنده مده ويروح، الوالي عنده مده ويروح، الضال عنده مده، اي اداره معنيه المدير تاعها عنده مده ويروح، حنا مولين الصوت، حنا اللي نعرفوا الحاجه اللي تخرجنا ولا ما نعرفوش. ماناش معارضين للطريق. لا ماناش معارضين لا للطريق، انا معارضين الدوله. احنا سلميين، احنا ما نقعدوش في صدامات مواجهات مع الدوله احنا، احنا ناس تخرجوا على ارواحنا. مساحه المحل. مساحة المحل ضيقة بزاف، دوك حنا رانا في 2020 والناس راها متطورة، الناس راها غير بالزاج، الناس راها لي زيسكالي غير بالتريسين تيطلع وحده. 200 مليون سلعة تحطها. عندي محلات بانينهم لنا، بانينهم فيهم 60 متر كاري، نعطيكم عينة من محلات فوضوية، نعطيكم عينة، احنا ما قريناش بصح نعطيكم عينة، تفرجوا معايا خويا. تفضل. من المحل هذه عينة من المحلات تاعنا. هذا صغير فينا، هذا صغير فينا، يعني شوفوا في البلاف الله يبارك، احنا فوضويين. شوف. الله يبارك شوف ما شاء الله يعني كليون يشري براحته لا ذيق لا حياه لا والو راه يجي خويا منا شوف ها هما وين كل شيء منظم الله يبارك مساحه بالك انا في 50 متر كاري 50 متر شوف تفضل شوف المحل قداه شوف هذا تعطيه 200 محل وما يكفيش تما الفوق شوف المحل الله يبارك شوف شوف يقول لك لاماري فوضى شوف المحل قداه شوف 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 تفضل شوف 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 الله يبارك نقول لك هادو فوضويين اسكو هذا ينجم
يخدم في 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 3 متر على 3 متر ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش. هذا فساد، هذا فساد، دور منها الله يبارك ويرا فوق هذا. هذه السلعه وليدي، هذا وليدي السلعه، هذا دي قيسها والله ياكلها والله يهرسها والله. يا خويا لا راه شوفوا، روحوا شوفوا السوق تاع بالعباس، تاع بالعباس مكلف تكلفه قليله، وسونت كوميرسيال حيه كبيره، هو سطيف كذلك. احنا هنايا دراهم كبار والسوق ما كانش قاع، ميت ميت سوق ميت بزاف. ديروا بيرو دي دي تشوف مكتب دراسات، لا ما يعرفوش هنا يجيبوا واحدين من الجي ولا من وهران، والسوق بعيد هذا ود عمي بعيد، فالناس توصل لها تعرف وين راه ولات. ها ود عمي سيد وليد، وحنا هنا ماناش نبيعو، هنا ماناش نبيعو. طلعني الفوق انايا ومخدم لي حاجه شابه، مي راه بعيد يخدم لي حاجه شابه تقنعني بها. ورانا ناجدو سيد الوالي، هو الاول هنا في الولايه، يشوف في حقنا ولي الامر تاعنا، يدير روحه في بلاصتنا ويشوف اسكو يقبل يخدم في داك السوق ولا ما يخدمش، ويشوف في حقنا. ونطلبوا منك تشوف في حقنا وتشوف في امورنا وتلقى لنا امورنا، وعلى ربي ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. شوفوا انا ثاني هو حانوتي، شوف 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 الطون قداش في السماء ارتفاع. هذا حقيقه، هذا محل تاعي. ها هو انا بعد ما كتبش عليكم، انا حانوت فوقاني ما عجبني، صغير بزاف شفته، حوانيت صغار بزاف، وثاني مسافه بعيده وصغار بزاف حوانيت. ماشي غدوه كي نروحوا حنا منا غادي يديروا سونتر كوميرسيال هنايا ويديروا منا صافي فوق حنا، الله يرحمنا. هضروا حقيقه، انا هذا حانوتي صغير بزاف، انا عندي حانوت الله يبارك كبير، هو فيه 12 متر وفي السما شو شحال. حنا ما راناش نقولوا ضد التنميه وضد المنفعه العامه، حنا ماذا بينا تجي طريق وتسوق البلاد وتساوي بصح مقاييس الفوق ماهاش مقاييس اللي تمد بصله مع مشروع كيما هذا. حوانيت صغار بزاف، حوانيت صغار ميم با في العلو ماهم فيهمش 2 متر ولا 2 متر 50. حنا المهم حنا ماذا بينا هذا محل تاعي، دوك نوري لكم محل تاع خويا، شوفوا قداش وتشورينا معمر حانوتك. السلام عليكم، معكم الاخ معمر. كما فهمناكم قبيله ثاني، انا عندي محل فيه 3 متر في السماء، الله يبارك في بالي، الله اعلم. راه عندنا واحد 32 متر ولا ما عجبناش هذاك السوق، صغار بزاف، صغير بزاف كاع بزاف. بلاصه بعيده وصغيره والمال تحت، وحنا نراعوا البليطار من 30 عام ولا 40 عام ولا 20 حي ولا 100. تما مواطن بشرو 20 منها يطلع يخسر. حنا هنا وماناش نبيعوا، ما نبيعوا حتى حاجه. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هيا صحيت. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.